أستاذ عليا، أرجو أن تكون في الاستماع هذه المرة. وأول سؤال، لماذا استثنيت تونس من إعادة ترحيل مقاتلي تنظيم داعش من تركيا؟ مساء الخير. أعتقد أن استثناء تونس له قراءتان. هناك قراءة الخصوم حركة النهضة التي هي ستشكل الحكومة يعتبرون أن استثناء تونس من الترحيل هو بمثابة تفادي انفجار قنبلة ترحيل الدواعش التونسيين إلى تونس، إذن لأن هذا الترحيل ربما سيكون بمثابة قنبلة قابلة للانفجار في وجه حكومة لم تتشكل بعد وهي بصدد التشكل. فهذا ما يقوله خصوم النهضة. الملاحظة الثانية هو أن الترحيل أو عدم ترحيل التونسيين الدواعش إلى تونس ربما أيضا يعرف، يعني حسب هؤلاء الخصوم يعرفون أن هذا سيسبب مشاكل للأتراك وأيضا لتيار الإسلام السياسي. والنقطة الثالثة، الملاحظة الثالثة، هو أن هناك بعض تقارير تحدثت عن بعض الدواعش التونسيين الذين ربما يدخلون إلى البلاد بشهادات علمية مزورة لتفادي يعني محاكمتهم من طرف المحاكم التونسية. وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع ما زال شائكا، خاصة وأنه قد تشكلت منذ سنة في البرلمان التونسي لجنة يعني التحقيق في تسفير الدواعش التونسيين، والذين كان تصفهم الكثير من التقارير بأن تونس كانت مصدرة لهؤلاء الإرهابيين. فإذا بنا يعني هذه اللجنة التي تشكلت في البرلمان التونسي تم ربما إجهاض عملها، ويتهم هؤلاء حركة النهضة بأنها وراء ربما إفشال هذه اللجنة. إذن عودة الدواعش إلى تونس في هذه المرحلة التي النهضة هي بصدد تشكيل الحكومة كما قلت في البداية هي بمثابة ربما تكون قنبلة قابلة للانفجار في وجه الحكومة الجديدة. ونحن نعرف أن العلاقة وطيدة بين الحكومة التونسية بين يعني حركة النهضة وبين تركيا، وبالتالي نعم. عملية الترحيل هي متاعبها أكثر من مساويها. ولكن هذا لا يعني أن تركيا ربما لم ترحل التونسيين، لكنها ربما ستختار التوقيت المناسب بعد طال الزمن أو قصر. يعني ما هو المطلوب من تونس لمعالجة هذا الملف وتفكيكه قبل أن يتحول إلى مشكل مزمن يواجه كل الحكومات ويواجه الدولة التونسية، قبل الحديث عن حكومات ورهانات حزبية؟ أنا أعتقد وقد قلت هذا الموقف حتى في وسائل الإعلام التونسية، قلت أنه يجب الإعداد الجيد لعودة هؤلاء الإرهابيين أو الجهاديين، وذلك بانتهاج يعني مراحل عديدة. أولا قلت أن هؤلاء الذين سيعودون يجب أن يوضعوا في سجن خاص وليس مع مساجين الحق العام، وفي مرحلة ثانية يتم التحقيق معهم بشكل مفصل كيف خرجوا من البلاد وعن ما هي الشبكة التي يعني تبنتهم وما هي الأسلحة التي تدربوا عليها وما هي التنظيمات التي يعني شاركوا فيها، وبالتالي ستتوفر قاعدة بيانات هامة. في مرحلة ثالثة قلت أنه يجب أن تتم مقاضاة هؤلاء العائدين حسب القانون التونسي. في مرحلة رابعة بعد المقاضاة وبعد أن يصدر الحكم تبدأ عملية التأهيل، لأنها مسألة ضرورية في وهذه العملية التأهيل تتضمن المراجعات الفكرية، ويشارك فيها مجموعة من الخبراء من علماء الدين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الإجرام، أي أن معالجة
هذه الظاهرة الإرهابية يجب أن تكون بمنظار المعالجة الأمن الشامل، لأنه إذا قمنا بمحاكمة هؤلاء وبعد انقضاء مدة محكوميتهم يعودون إلى ما كانوا عليه، وبالتالي يجب أن يكون هناك برنامج كامل. وقلت أن هناك أيضا جمعيات أممية تستطيع أن تعين تونس في هذه عملية التأهيل. إذن هذه المسائل ربما تتعطل، لأن حركة النهضة بالنسبة إلى العديد من الأحزاب المعارضة لها تتهمها أنها مسؤولة أخلاقيا وسياسيا عن تسفير هؤلاء الإرهابيين في فترة كانت أنصار الشريعة وغيرها. نعم، رغم ذلك العدد الحقيقي لا يزال مجهولا أستاذ علي، بماذا تفسر ذلك؟ هؤلاء إذن هو موضوع يقلق الحكومة القادمة. نعم، بماذا تفسر ربما بقاء العدد مجهول، عدد المسفرين إلى القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية بالخارج؟ يعني هو أولا دعنا نقول أن الذين قتلوا من التونسيين حسب آخر الإحصائيات هناك 1200 تونسيين قتلوا، وهناك 800 من التونسيين رجعوا في الستة أشهر الأخيرة، بينما العدد الجملي للتونسيين حسب أكثر التقارير التي نشرتها الداخلية التونسية هم في حدود 3000 أو 2900 وبعض أرقام، وبالتالي يعني العدد يكاد يكون معروفا. ويوجد التونسيون في ثلاث أماكن، يوجدون في ليبيا ويوجدون في سوريا بين السجون السورية وبين مخيمات قصد، ويوجدون في العراق. وبالتالي أعتقد أن ما بقي من التونسيين إلى الآن هي بضعة مئات قليلة، وبالتالي هؤلاء منهم صنف يمكن أن يعود، أما الصنف هناك صنف خطير جدا، هؤلاء لن يعودوا، هؤلاء ذهبوا إلى دول الساحل الأفريقي وإلى ومتمركزون في جنوب ليبيا، وبالتالي أعتقد أن العائدين هم مئات، ربما في أقصى الحالات يعودون. هم تحدثوا في التقرير الأخير عن 460 شخص يمكن أن يعودوا، وهؤلاء بطبيعة الحال يجب أن يتم إعداد عودتهم. والخوف كما جاء في سؤالكم هو ربما عندما يعود هؤلاء ويتم التحقيق معهم سيعرف من هي التنظيمات والجمعيات التي تسببت في تسفيرهم وسهلت عملياتهم. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ علي العلياني الخبير الأمني، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا.